نعم. ترى احنا والفرس اولاد عمومه. ليش ولد عمكم طايح لكم دق هالايام؟ احنا متصهينين وامريكيين والى اخره، احنا ناس وطنيين وقاده وزعماء من الخط الاول ومن الثوار، ولنا نضال مشترك وحزب عريق. ماكو حكومه تشكل بدون التيار، نقطه راس سطر، والجماعه بالاطار يدركون هذا الشيء. ولهذا السيد مقتدى الصدر انطاهم مهلتين، مهلة 40 يوم ومهلة 30 يوم. وحتى لو فرضيا الديمقراطي والسيادة قالوا للإطار احنا نتحالف معاكم بدون قيد وشرط، ما راح يقدرون يشكلون حكومة بدون التيار. هذا واحد. اثنين، احنا لازم يعني نفرزن الامور. يعني ضيفك الكريم الدكتور صالحي ذكر جملة من المواضيع، احنا موضوعنا الانسداد السياسي، وبعدين يعني شوية نحكي بموضوع كركوك او مادة 140. اولا ككرد بصورة عامة واحزاب كردية مع التركمان ما عندهم اي مشكلة تاريخيا، ولا زال ما عندهم اي مشكلة، بدليل هناك الكثير من التركمان في اقليم كردستان وفي اربيل حالهم حال الكرد، ولا تميزهم اصلا. والدكتور يجوز يأيدني على هذا الشيء. ثانيا احنا المادة 140 ما نحتاج لا إطار ولا تيار ولا أبد ولا أصلا، لا احنا ولا أهل كركوك ولا أبد. أكو دستور العقد الاجتماعي بثلاث مواد أساسية، ثلاث فقرات المادة 140، تطبيع الأوضاع، إحصاء واستفتاء، ومربوطة هذه المادة بالمادة 58 من قانون الدولة المؤقت. هاي واضحة يعني. بعد ما نسوي هاي النقاط الشعب الكركوكي قالوا ما نريد الإقليم، انتهى كان بها. وهكذا هذه مو يعني المسائل الدستورية ما نختلف عليها، ليش نختلف وليش أخاف؟ يعني ليش أخاف؟ أما أنه يعني الأحزاب الحاكمة المتنفذة في بغداد يلزمونا مسألة المناطق المادة 140 سكينة خاصرة، هذه انتهت راحت بعد ما تأكل. والمسألة المهم أنه في كركوك تحديدا نفوذ الديمقراطي أقل بكثير من الاتحاد. هسه الديمقراطي نفوذه بالموصل أكثر من الكركوك، والدكتور يعرف هذا الشيء. وحتى بالانتخابات احنا عندنا 9 مقاعد 10 مقاعد جبنا بالموصل، وبكركوك مقعدين. هذا يعني أن نفوذ الديمقراطي بكركوك أقل. ولكن لما يجي طاري كركوك ما حد يجيب طاري اي حزب كردستاني الا الديمقراطي. تدري ليش دكتور نجم؟ لانه الحزب الديمقراطي ما يساوم على مستحقات الشعب الكردي ابدا، وحتى الشعب العراقي. فعليه احنا ليش ما نقول مع التركمان، ليش ما نعيد بصياغه اخرى اذا ما سمحت لي، انه الديمقراطي الكردستاني غير مرن، والاتحاد الوطن الكردستاني يتعامل بمرونة أعلى. يعني هكذا أنا أحدد هذا الخيار ولك الرد. لا شوف دكتور نجم، الديمقراطي الكردستاني أبوابه مفتوحة أمام الكل للجميع، وما عندنا إشكال، ونؤمن بالحوار، نؤمن أنه كل مشكلة حلها لا تحل بالعراق، يعني بالعراق بيننا وبين المناطق المتنازع عليها وغيرها إلا عن طريق الحوار. وكذلك مشاريعنا واضحة، يعني طارحيها بأكثر من مشكلة وأكثر من أزمة، ومفاتيح الأزمة دائما كانت حلول الأزمة في داخل أربيل وعن طريق مبادرات الرئيس مسعود بارزاني. زين. احنا ما أقول لك شغلة واحدة، الشغلة اللي أريد يعني أوصلها للمواطن، أنه إحنا ككرد وكديمقراطي حسب حاجة الإطار، إذا صفينا معاهم إحنا ناس وطنيين وقادة وزعماء من الخط الأول ومن الثوار، ولنا نضال مشترك وحزب عريق. إذا اختلفنا معاهم سياسيا إحنا متصهينين وأمريكيين وإلى آخره. هذه بعد ما تمشي على الشعب العراقي دكتور نجم، هذه المسائل الدستورية أبدا تخوف منها. يعني أنتم عندما تختلفون معهم لا أبدا هم يسموهم إيرانيين وسموهم فورس وسموهم على نهج لا يعني لا أستاذ دكتور نجم، ترى احنا والفرس أولاد عمومة، أقرب شعب للشعب الكردي بالمنطقة الشعب الفارسي، أقوام آرية احنا أولاد عمومة، ما عندنا إشكال بمسألة الفورس.
ولكن هاي وين مرارة فاهم ككرد بصورة عامة. لا ليش طايح لكم دق ولد عمكم؟ شلون أقول لك ليش ولد عمكم طايح لكم دق هالأيام؟ أنت سيد العارفين دكتور. ها؟ شلون؟ لا ولد عمكم شو هالأيام بالشين بيكم قصف ليش؟ ولد عمكم بالشين بيكم قصف ليش؟ لا هذا غير موضوع. هذا غير موضوع. أنت تقول لي إذا تسموهم فرصة أو يعني ننتقص من عندهم. دكتور نجم احنا عمقنا الاستراتيجي والتاريخي اللي بين كردستان وبين ايران يعني عقود وتقريبا 100 سنه هذه بالثورات الكرديه تذكروا الخمسينات سيد عماد ألف تذكروا ما حصل بالخمسينات نعم. من القرن الماضي اي نعم اي ما وصلتك الرساله بالخمسينات شنو اللي حصل يعني أيام النضال الثورة الكردية والاتفاقات مع إيران والاختلال بالأربعينيات هسا هذه يعني مو نحمل شاه إيران رضا بهلوي المسؤولية فقط التخاذل كان من القوى العالمية روسيا وأمريكا جمهورية مهابات هذا غير موضوع دكتور نجم ولكن عندي أقول لك يعني اكو مشتركات بيننا ما نتحسس ولكن انه احنا نكون ناخذ املاءات من ايران او من تركيا او من الاردن او من السعوديه لا ابدا طيب. بدليل عندك شخصين على مستوى القاده السياسيين بالعراق ما يقبلون املاءات من الخارج طيب. سيد مقتدى الصدر والرئيس مسعود بارزاني طيب. هاي معروفه عند الكل ما يقبلون الاملاءات ان شاء الله ناس عندهم يحبون العراق ان شاء الله